معانا ايضا على التليفون صديقي العزيز اللي وحشني قد الدنيا، دكتور الحسين عبد البصير، مدير متحف الاثار بمكتبه الاسكندريه. اهلا 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 يا دكتور. اهلا يوسف، ايه ازاي حضرتك؟ وحشني والف حمد لله على سلامه الله حضرتك، يسلمك. ومنور البرنامج دائما والشاشه يا يا فندم. رب يخليك يا رب. دكتور حسين، اهميه هذا المشروع، مشروع الجينوم المرجعي لقدماء المصريين، والتعاون اللي ما بيننا وما بين دوله الامارات. طبعا المشروع ده مشروع عظيم جدا، والهدف منه ان احنا بنستهدف دراسه جينوم قدماء المصريين، مما يتيح لنا توفير عدد كبير جدا من المعلومات الوراثيه التي ترجع الى الاف السنين، واللي بدورها بتخدم البحث العلمي وعلم الوراثه البشريه، وبتؤكد ايضا على استمراريه الجين الوراثي من قدماء المصريين الى المصريين المحدثين في العصر الحديث، وبتنفي اي صفات يعني يرددها سواء بعض الافراد او الجهات او الدول على انقطاع التواصل الحضاري والجيني بين مصر المصريين القدماء والمصريين المحدثين، وبيؤكد طبعا على استمراريه هذا العرق الحضاري المتميز من مصر القديمه الى الان، لان طبعا في دعاوى خبيثه زي ما سعادتك عارف. أيوة. زمان كانوا بيقولوا مش انتوا اللي بنيتوا الاهرامات، ده ناس ثانيه في المنطقه مش عايزين نسميهم، هم اللي بنوا الاهرامات. اعترفوا واثبتنا لهم ان الاهرامات بناها المصريين عن طريق طبعاً. ابحاث الدكتور زي حواس والاكتشافات الحديثه في قريه العمال بنات الاهرام او مدينه العمال بنات الاهرام في الجيزه، وكذلك من برديات وادي الجرف اللي هي موجوده في قرب من السويس، وده الدليل النصي، وعندنا الدليل الاثري اللي هي قريه العمال. بعد كده قال لك لا، مش انتوا المصريين القدماء، لا دول حاجه وانتوا حاجه ثانيه. فطبعا من خلال دراسه الجينات الوراثيه بتؤكد على استمراريه النسل بتاعنا والجنس المصري منذ اقدم العصور الى الآن، بندرس الأمراض في العصور القديمة وبنشوف الأمراض المستوطنة في مصر، وده في حد ذاته يعني شيء مهم جدا لما يتم التنفيذ على عينات حوالي 100,000 عينة من المصريين، سواء في البداء طبعا ب 20,000 عينة في هذه الفترة، ثم على مدار 5 سنين تصل إلى 100,000 عينة ممثلة للشعب المصري، هتدينا خريطة كبيرة جدا عن الأمراض المنتشرة داخل مصر. حضرتك من خلالها تقدر توفر يعني نقدر نقول أموال طائلة بتصرف على علاج هذه الأمراض المستوطنة في مصر، لما نعمل خريطة ونبدأ نطرح علاجات ونوقف المرض نتنبأ بالأمراض، بحيث حضرتك تعمل نظام غذائي صحي للمصريين توفر من خلاله هذه الأموال، تقدر أيضا توقف هذه الأمراض زي ما قلت، فالمصريين يعيشوا حياة سعيدة في المستقبل، ونقدر نخطط للمستقبل بشكل كبير. وده يعتبر أعتقد حدث يعني تاريخي وحدث القرن ولا يتكرر كثيرا، وفتحا علميا كبيرا. نشكر القيادة السياسية الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه لهذا المشروع، وكل القيادات الممثلة والموجودة فيه، سواء يعني من وزارة السياحة والآثار، الدفاع، الصحة، السكان، الاتصالات، تكنولوجيا المعلومات، التعليم العالي، الجامعات، المراكز البحثية، وكذلك مؤسسات المجتمع المدني المصري، والتعاون الوثيق بين دولة الإمارات الشقيقة التي يعني بينها وبين مصر علاقات يعني نقدر نقول متميزة منذ عهد الشيخ زايد المغفور له بفضل الله عليه رحمة الله تعالى. فكل الحاجات دي هتبقى بالنسبة لنا شيء عظيم جدا، ونقدر نعرف يعني معلومات كافية ودقيقة عن كافة الأمراض الجينية عند المصريين، وده هيخلينا زي ما قلت لحضرتك نعمل علاجات سواء للأفراد من خلال دراسة كل حالة جينية على حدة، وأن ممكن تعالج هذه الأمراض بطريقة مختلفة من حالة لأخرى، نظرا طبعا لاختلاف الجينات الوراثية بكل شخص أو كل عيلة، وده شيء مذهل وشيء مهم جدا جدا، ويؤكد على السبق الحضاري للمصريين والعرب في هذه الفترة. احنا مش عايزين نبان ان احنا طول عمرنا بنستهلك العلم، لا، احنا بننتج العلم، وعندنا قامات علمية زي الدكتور هشام صادق ودكتور مجدي يعقوب وكل هؤلاء العلماء العظام. فاعتقد من خلال التعاون الوثيق بيننا وبين الاخوه في الامارات، اعتقد يعني من خلال طبعا هذا المشروع اللي اطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي في مارس 2021، خطوه عظيمه زي ما الرئيس بيخطو خطوات على الارض في كثير من المجالات، كذلك نخطو في العلم ونخطط للمستقبل بشيء يعني مذهل لا يقل، لان المشروع ده بدا في الولايات المتحده الامريكيه 1984، ثم بدأ بالفعل في 1999. لو حضرتك في أمريكا صرفوا 175 دولار
على هذا المشروع 175 150 لا للفرد، يعني لو انت صرفت دولار عفوا على هذا المشروع للفرد الواحد هيجيب لك عائد 175 دولار. يعني شفت الفايده بتاعته حوالي 175 ضعف العائد على الاستثمار لو صح التعبير. يعني في لو الفرد الواحد صرفت عليه حضرتك دولار في استثماره هيوفر لحضرتك 175 دولار، فده بالنسبه لنا هيمثل يعني اضافه وليه عائد اقتصادي، وكذلك على مش على مصر بس، على مصر والدول العربيه زي ما سعادتك عارف، لان احنا في هذه المنطقه نشترك في كثير من الصفات الجينيه والوراثيه، احنا بننتمي للجنس السامي، فكلنا اعتقد الدراسات دي يعني تعم على الجميع، وخصوصا ان مصر لها تاريخ دي ممتد لو قلنا اتليست 7000 سنه، فحضرتك بتتكلم عن حضاره يعني ممتده في العمر. طب انا عندي سؤال يعني زي ما اقول لك كده الشيء بالشيء يذكر، انا عايز بس افتكر اسم العالمه التي قامت بنشر هذا البحث، بس كان من مده معينه وليست قليله، كنت انا قريت بعض التحقيقات الصحفيه على بحث حول نقاء العرق المصري، وانه اتعمل مقارنات في هذا النقاء ما بينه وبين عرق الآري على سبيل المثال، وانه طلعت النتائج انه عندنا نسبه نقاء تصل الى 94%. مدى صحه هذه الابحاث ولا هي ما هياش ابحاث مدققه علميا الى حد كبير؟ لا هي اعتقد محققه، لان زي ما حضرتك عارف من خلال الانثروبولوجي دراسه المصريين المحبسين او المصريين القدامى، فحضرتك ما تقدرش تشوف يعني فرق بين لو قدرنا نقول ان هو الجنس المصري قديما وحديثا في تواصل وما فيش يعني انقطاع. طبعا احنا بالنسبه لنا حصل عندنا نقدر نقول غزوات واحتلال عبر العصور، لكن يعني لم يتاثر المصريين بشكل كبير جدا زي شعوب تانية تحولت جينيا وفقدت هويتها الثقافيه، وحضرتك عندك الجين الحضاري بتاعك اقوى من اي حضاره اخرى، كل الحضارات اللي جت مصر وغزتنا تاثرت وتمثرت وخرجت مصريه ولم يحدث صحيح. العكس كذلك في احنا الجنس الوراثي بتاعنا اقوى جينيا من اي جنس اخر دخيل على مصر يعني. هذا هو كلام العلم. حاجه تفرح. انا بشكرك جدا يا دكتور، كل الشكر ليك دكتور الحسين عبد البصير مدير متحف الاثار بمكتبه الاسكندريه، اشكرك جدا.